رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدم صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفراء وما تحوي سوى الأوتاد تأوي الوحوش بها فسرب بفنائها وسرب غادي أينك يا أبا عبد الله؟ يوم أبو عبد الله يوصل إلى كربلاء يحسن سافر وتركت يا ركو الأوطان شني أعاين جثتك للخيل ميدان والرأس مثل البدر يزهر فوق الأسنان من تلتفت زنب تشوف أقبال هيلو نجي عقلي بذبحك الشيعة من النار بذبح شبانك وذيك الأطفال رضعان وتصير لجلك كربلاء مقصد الزوار من عالم الذر هالأمر مكتوب بالله بالله رد ناشدكم يا شيعة ورد وجواب لا تنذبح جملة الشيعة شيخ وشاب يقابل تعفر خد ابوي سكنه بالتراب لا والذي من قبل آدم علم الروح